إنه رمضان شهر المرابح، زائر زاهر وشهر عاطر، فضله ظاهر بالخيرات زاخر، استعينوا به وأروا الله خيرا من أنفسكم إخوتي في الله. فبالجد فاز من فاز والله، وبالعزم جاز من جاز، واعلموا بارك الله فيكم أنه من تكاسل ودام كسله، خاب أمله وتحقق فشله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ وهو المجتهد، وهو العابد الذي ما فرط في عبادة ربه. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. سبحان الله، ماذا يفعل في رمضان عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولاً وفعلاً وبادر فيه أزواد المعادي. رمضان شهر القبول والسعود، وشهر العتق والجود، وشهر الترقي والصعود، فيا خسارة والله أهل الرقود والصدود. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي، يقول: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. فهذا رمضان على الأبواب، فتقربوا إلى الكريم الوهاب. شهر رمضان شهر يفك فيه العاني ويعتق فيه الجاني، بادر الفرصة. نعم، بادر الفرصة وحاذر الفوتة. إياك أن تكن كالذي دخل عليه رمضان ولم ينل فيه المنى والغفران. هذا نسيم القبول هب، هذا سيل الخير صب، هذا الشيطان كب، هذا باب الخير مفتوح لمن أحب.